حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. المشي مع العرفج اليوم ليس مختلف، لكنه مختلف جدا. ليش؟ لأنه لسببين. السبب الأول أنه ضيفنا واحد من الأشخاص الجميلين جدا واللي تشرفنا باستضافته في واحدة من حلقات برنامج يا هلا، وهو الأستاذ ثواب السبيعي، وهو صاحب قناة سائح تيوب المعروفة، وصاحب كثير من الحقيقة المبادرات والثقافة العالية جدا في موضوع السياحة ونقل صورة إيجابية. لكن المختلف الآخر أن اللي مشى مع ثواب السبيعي هذه المرة ليس الدكتور العرفج، وإنما العزيز البراء البهكلي. يمكن شفتوه في فيديوهات سابقة، لكن لأول مرة تشوفونه بهذا التوسع. نشوف كيف مشى مع ثواب السبيعي، ويمكن اليوم استثناء أن نغير مسمى الفقرة من المشي مع العرفج إلى المشي مع البراء. خلونا نشوف الأستاذ ثواب إيش قال مع البراء. يا جماعة الخير، المشي كله خير وبركة. شوفوا نمشي معي اليوم أبو روتين الدكتور فواب السبيعي. حياك الله أبو الوراء. دكتور فواب، على عافتك بالمشي. والله المشي هو الحياة، يعني خصوصا بالسفر، لأنه أغلب وقتي أنا نمشي بالسفر 10 إلى 15 كيلو يعني يوميا ما شاء الله. لكن في الأيام العادية تعرف يغلب عليك الدوام والروح وتجي وأمور كثيرة، فهنا المشكلة. احنا هنا لازم ناخذ الخطوه ونحاول نمشي في اليوم اقل شيء ثلاثة كيلو 4 كيلو يوميا، يعني خلينا نقول من 20 دقيقه الى نصف ساعه. طيب اهم قرار اتخذته وانت تمشي، يعني معروف ان المشي ولد افكار. تغيير وجهه، يعني بما اني اسافر دائما واغلب المشي يكون في السفر، فنكون مثلا ماشيين رايحين هايكينج او مثلا على شاطئ او في وسط احياء فيها ممشى، فتعجبك ديره ولا تعجبك مناظر جبليه، تضطر انك تغير وجهتك. وتغيير الوجه هذا ياخذك لمنحنى اخر. اتذكر مره في الاكوادور كنا رايحين نشوف شلالات، انتهينا المطاف ان سكننا عند العائله يوم، ولا رجعنا فندقنا اليوم الثاني بدون ملابسنا، بدون يعني شنطة كذا انك تتجهز. قرار مصيري كان. هذا هي. طب دكتور ثواب، اهلا وسهلا، تسمح لي انا والدكتور احمد العرفة نمشي معك دائم؟ نمشي على طول، خلاص على طول نسافر سوا ان شاء الله. شكرا على المبادرة الجميلة صراحة، المشي يحتاج يعني توعية للمجتمع. الله يحفظك، تشرفنا يا دكتور. شكرا. شكرا للأستاذ البراء البهكلي، وشكرا للأستاذ ثواب السبيعي، والتعليق عندك يا دكتور. شوف، حنا نبغى نطلع الآن فقرة المشي مع العرفج عن العرفج، هي كعنوان لي والأسئلة، لكن أنا مبسوط أنه بعبد البراء قلت له وأقول لك وأقول أي واحد في فريق يا هلا بالعرفج أو روتانا، متى ما لقيت واحد يستحق أنه يكون محل المشي وقدوة للناس امشي معه. سؤالين اطرحها، علاقتك في المشي وأهم القرارات اللي اتخذتها، سؤالين بسيطين. وأتمنى أنت ضيوفك ما شاء الله في الشهر الجاي دسمين، تكفى يا أبو يحيى، وإذا أنت تبغى تكت أعطيك تكت. هذا تكت، هذا اللي طلع قلم معك. قلم أعطيك كتاب هدية. شوف ثواب، هذا الشاب أنا والله ما التقيت فيه، فرحت لما قال لي البراء، قلت بالعكس، قناته سايح تيوب فيها 500,000 متابعة، وهذا شيء جيد للشاب. ايضا هذا الشاب الوحيد انا شفت او اللي طلعت له ما عنده اعداء ابدا، وفي تفاعل له في التيك توك، في تويتر، في اليوتيوب، الناس تحبه. انا عجبتني ايضا رسالته، عنده رسالتين في السفر، هو سافر يمكن 70 دوله، رسالته في السفر عنده رسالتين. الرساله الاولى تسليط الضوء على المشاريع اللي عملتها السعوديه خارج، مثلا مسجد او مركز الملك فهد في الارجنتين. الشيء الثاني وهو المهم، القوة الناعمة حقت السعودية يوزعها، مثلا راح لأصحابه في أوروبا أو زار يعطيهم تمر عجوة، يعطيهم سكري، يعطيهم كليجة، يعطيهم نعناع، يعطيهم المنتوجات السعودية ويعرف فيها. أتمنى أن أنه يكون فعلا أكثر اللي يسافرون يكونوا نواجهة زي ما ثواب واجهة، سوى أشياء كثيرة، لبس بعض الأجانب اللي جابه نيويورك. تذكر المقطع اللي انتشر لوالده لما لبس الأمريكي، شربوا حليق نياق وحليب ولبسوا شماغ. أتمنى أنه فعلا ثواب يكون مدرسة عندنا، مدرسة ثواب السياحية أو للسياحة والسفر. نعم، كل التحية والشكر للأستاذ ثواب السبيعي.